في مثل بيقول ادي العيش لخبازه، بس لو انت عمرك ما وقفت حتى في طابور العيش، ازاي متخيل انك ممكن في يوم تطلع رغيف يتاكل؟ كتير من الاهالي بيكون عندهم رغبة قوية في تربية اولادهم كويس، بس للأسف اغلبهم بيكون السبب في فساد وضياع اولادهم، لانهم مش مذاكرين موضوع التربية صح. عادات كتير غلط بيعملوها بتحجم قدرات اولادهم، بتكون عليهم مش معاهم. عدم الثقة والاثار النفسية العميقة بيقضوا وقت كبير من حياتهم في تصحيحها، بدل ما يستغلوا الوقت ده في تطوير نفسهم او عمل حاجة مفيدة. بقينا نتعلم ازاي نربي اولادنا تحت مسمى التربية الحديثة. الناس اكتر جملة بنسمعها عندهم هي You are not the father. المساكنة، تعاطي المخدرات، الانفكاك المجتمعي وفساد الاخلاق بقينا بنشوفهم في أولاد الغرب بشكل متكرر. بيقولوا إن الغباء هو تكرار نفس الأخطاء وانتظار نتائج مختلفة. طب إحنا بنقلدهم ليه؟ وبعدين تعرف إنك مش الوحيد اللي بتربي أولادك؟ الإعلام، المشاهير، المؤثرين، حتى البقال اللي على أول الشارع بيساهموا بشكل كبير في تشكيل شخصية وتربية أولادك. النهاردة هنتكلم عن أكبر الغلطات اللي بتضيع أولادنا، وهنكشف عن طرق تصحيحها والطرق الصحيحة في تربية الأولاد. وفي النهاية هقولك على سر، لو فهمته صح هتصلح ما أفسده الآخرون فيك. أنا شايف الظريف اللي بيقول هو أنت ايه خبرتك في الحياة عشان تعلمنا ازاي نربي أولادنا؟ أنا بتكلم في الموضوع ده عشان أنا في النص بين الأهالي والأولاد، لسه خارج من مرحلة التربية، وعارف الإيجابيات والسلبيات اللي الأهالي بيعملوها، وعارف برضو التحديات اللي الأولاد بيواجهوها في العمر ده. عشان كده أنا أو أي حد في عمري هيكون أكتر شخص مناسب إنه يتكلم في الموضوع ده. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة ومميزة. أولا ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. كن قدوة لأولادك. كلنا عارفين إن فقد الشيء لا يعطيه. ما ينفعش تطلب من أولادك إنهم يبقوا مجتهدين وتفوقين في دراستهم وهم شايفينك قاعد طول الوقت على الفيسبوك مثلا أو على الموبايل ما بتعملش أي حاجة مفيدة. ما تطلبش منهم يكونوا صادقين وهم عارفين إنك كذاب. لا، لازم تبقى قدوة حسنة، ولازم يشوفوك بتعمل الحاجات دي عشان يعملوها، ومش شرط لو انت بتعمل الحاجات دي فعلا هم هيعملوها من نفسهم. اختار لهم الاب او الام الصالحين. لازم تعرف كويس وانت بتختار شريك حياتك ان الشخص ده هيساهم بشكل كبير جدا في تكوين شخصية ومستقبل اولادك، فلازم ما تكونش اناني في الموضوع ده وتختار واحدة عشان شكلها بس، او انت ما تختاريش واحد عشان فلوسه بس، لانك لو تخليت عن الاخلاق وعن الذكاء وعن كل الصفات الكويسة دي فانت للأسف كده بتضمن بشكل كبير ان اولادك هيطلعوا زي شريك حياتك السيء اللي انت اخترته، وانت كده بتدمر اولادك من قبل ما يتولد. اعزلهم عن المحيط اللي هما فيه. اغلبنا للأسف ما يقدرش يختار المحيط اللي هو فيه. انت ممكن تبقى ساكن في منطقة اغلب سكانها ناس سيئين الاخلاق، وكذلك انت ممكن تبقى في عيلة كبيرة اغلبها مش كويسة. صحيح هم عيلتك واهلك وناسك، لكن أولادك أهم. الناس اللي بيبقوا في المحيط دول بيأثروا بشكل كبير على أولادك، ولو أنت فضلت تبني كتير 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 في أولادك فهم في ثواني بس يقدروا يهدموا كل اللي أنت بتبنيه. فمهم أنك تعزلهم عن المحيط اللي هم فيه وتهيئ لهم محيط مناسب ومحيط يساعدهم على النجاح والتقدم والرقي. اختار أصدقائهم بعناية. بعد ما عزلت أولادك عن محيطهم، أولادك بيكون عندهم طاقة كبيرة جدا، وطبعا مش هيقدروا يقعدوا في البيت طول الوقت بدون ما يعملوا حاجة، فانت مهم انك تختار اصدقائهم، ولكن بعناية. تختار لهم الاصدقاء اللي هيساعدوهم في انهم يكونوا اشخاص افضل. في مثل بيقول قل لي من تصاحب اقل لك من انت. علمهم بنفسك. بستغرب كتير من الناس اللي بيكونوا مشغولين عن اولادهم ويخلوا ناس تانيين يعلموهم ويحطوا لهم قيمهم ومبادئهم. مهم جدا انك تعلم اولادك الاساسيات في الحياة. مهم انك تعلمهم الاخلاق الحميدة، تعلمهم ازاي يتعاملوا مع الناس، تعلمهم ازاي يتكلموا، تعلمهم ازاي يصلوا، ازاي يصوموا، تعلمهم دينهم، حرفيا تعلمهم كل حاجة اساسية. لانك لو مش انت اللي هتعلمهم فللأسف هيتعلموا الحاجات دي من ناس تانية، وغالبا الناس التانية دي هيكونوا وحشين ويعلموا اولادك الغلط، وبكده انت بتضيع ابنك بشكل كبير. فمهم انك تحاول تخصص وقت لاولادك، تقعد معاهم، تكلمهم، تتناقشوا في مواضيع كبيرة ومواضيع مهمة عشان تبني ثقافتهم واحدة بواحدة لحد ما توصل لنتيجة مرضية. امدحهم وعزز ثقتهم بنفسهم. كلنا محتاجين اننا نثق في نفسنا ونؤمن بقدراتنا قبل ما نقدر ان احنا ننجح او نكون مؤثرين في المجتمع. فمهم جدا ان انت من وقت لوقت تمدح اولادك،
انت شكلك جميلة، انت ذكي، انت شطار، انت تستاهل كل خير. لازم تخلي اولادك مؤمنين وواثقين جدا في قدراتهم، واثقين انهم يقدروا يعملوا اي حاجة، لانهم كافيين، ولانهم شكلهم حلو، ولانهم اذكياء، ولانهم يقدروا يعملوا اي حاجة. لانك لو ما عملتش كده فانت للأسف هتصعب النجاح على اولادك اضعاف مضاعفة. ما تقارنهمش باي حد. ابن خالتك بقى رائد فضاء، بنت خالتك بقت عالم الذرة. عمر ما المقارنات كانت مفيدة للأولاد، بل بالعكس هي بتكسرهم وبتحسسهم بقلة القيمة وبتخليهم يخسروا ثقتهم بنفسهم لدرجة كبيرة جدا، وانت كده بتزرع فيهم صفة عدم الرضا، الحقد والحسد، ودايما هيفضلوا يبصوا لغيرهم حتى لو وصلوا لمراحل كبيرة وكانوا ناجحين في الحياة، فهم عمرهم ما هيرضوا وهيفضلوا طول الوقت حقودين وحسودين. فخليك عاقل وما تحاربش أولادك، بين لهم حبك. أي إنسان كبير ولا صغير مهم جدا إنه يشعر بالحب وإن وجوده مهم، فلازم تحسس أولادك بالموضوع ده بشكل دائم ومتكرر، عشان دي حاجة هتفرق معهم جدا في المستقبل، هتشبعهم عاطفيا، ومش أي حد هيقدر يضحك عليهم بسهولة. صاحبهم وخليك حنين عليهم. مش ذكاء أبدا إنك تخلي حاجز بينك وبين أولادك أو إنهم يخافوا منك. كتير من الأهالي بينصدموا من المشاكل اللي أولادهم بيقعوا فيها، والسبب بيكون إن الأولاد خايفين من أهليهم، بدل ما يقولوا لهم إيه اللي بيحصل لهم أو إيه الخطر اللي بيهددهم، فهما بيحتفظوا بالسر ده لنفسهم. وللأسف الموضوع بيتطور وبيسبب مشاكل كبيرة جدا، فمهم إنك تصاحبهم عشان يحكوا لك مشاكلهم أول بأول وتقدر تحلها. اشرح لهم سبب العقاب. العقاب مهم جدا في تربية الأولاد، بس أهم من العقاب نفسه هو إن ابنك يفهم سبب العقاب كويس. ما تضربهوش عشان هو خرج يلعب كورة أو إنه شتم أو إنه قال كلمة وحشة. لازم تقعده وتفهمه غلطته إيه وإيه تداعيات الغلط ده، والغلط ده ممكن يأثر عليه إزاي في المستقبل. فأهم بكتير من العقاب نفسه هو شرح سبب العقاب بشكل واضح جدا. فمهم إنك تشرح لهم سبب العقاب عشان يكونوا مقتنعين بان اللي عملوه غلط، لانهم لو ما اقتنعوش عمر ما في عقاب في الدنيا هيخلي طفلك يقف عن الغلط اللي بيعمله، الا لو كان فاهم ان اللي بيعمله غلط فعلا. خليهم يقرروا مصيرهم ومستقبلهم بنفسهم. مش صح ابدا انك تاخد قرارات مصيريه لاولادك. انت دورك بس انك تفهمهم الصح والغلط، انك تديهم رايك، لكن في اي قرار مصيري خلي ابنك هو اللي ياخده، لان دي حياته. لانك لو اخترت له حاجه هو مش حاببها حتى لو كانت الاصح من وجهه نظرك، فهو للاسف هيكون بيضيع سنين من عمره على الفاضي. انت المسؤول الاول والاخير عن حياتك. اسوا حاجه ممكن تعملها هي انك تعيش دور الضحيه. مفيش حد في الدنيا ظروفه مثاليه 100%. ناس بتعاني من قله الفلوس، ناس تانيه عندها مشاكل اسريه كبيره، وناس اهاليهم قصروا معاهم. لكن في النهايه النجاح مش بيجي جاهز لاي حد. لو نجحت فانت هتنجح لنفسك، لو كنت صالح فانت هتدخل الجنه لوحدك، مفيش حد هيتحاسب بدالك. علشان كده مهما كانت الظروف ضدك اوعى تعيش دور الضحيه، واول ما تفوق وتدرك الحقيقه اجتهد عشان تصلح ما افسدته الظروف. افتكر سحره فرعون اللي فيهم قالوا بعزه فرعون انا لنحن الغالبون، وهم نفسهم وفي نفس اليوم لما اكتشفوا الحقيقه قالوا امنا برب العالمين. وكمان ابن ابو جهل مات شهيد في خدمة الإسلام والمسلمين. في ناس خرجوا من أفقر البيوت وأصعب الظروف، لكن بقى معاهم ملايين وحققوا نجاحات كبيرة في حياتهم. في النهاية رسالتي ليك إن مهما كانت الظروف ضدك ما تسمحش ليها إنها تفسد حياتك. اصنع واقعك بإيدك، وخلي كل تحدي خطوة جديدة نحو النجاح.